لا احمد ثوري الاخ عمر. اتفضل. بص معايا، احمد ثوري الاخ عمر موجه ثانوي اداره الوقت التعليمي. طبعا نتكلم عن الوحده المحليه. الوحده المحليه استطعنا من خلال وجود المحليات قبل الثوره، اصدر لنا امر من قبل رئيس مجلس الوزراء بانشاء وحده محليه مستقله لقريه القدمينه. وبعد قيام الثورة حاولنا مرارا وتكرارا في العمل على إعادة هذا القرار، بسبب أن عدد السكان مناسب والمصالح متشابكة داخل القرية، وفي نفس الوقت الجميع ما يسمى بالخدمات وجميع المصالح متوفرة لدينا من إدارات زي الضمان الاجتماعي وزي البريد وزي مراكز الشباب. فنريد ونطالب وجود وحدة محلية بقرية القليم المستقلة تضم قرية العبد الحمودي، حتى ننفصل عن قرية المراجدة، لأن قرية المراجدة طبعا نظرا لكثرة السكاني وتباعد ما يسمى بالمناطق السكانية المناطق الإدارية بها، فنريد ونطالب بإنشاء وحدة محلية مستقلة لقرية القليم. معك محمد خيري، محمد علي عيطة من أبناء قرية القلمينة. تفضل. معك محمد خيري، محمد علي عيطة من أبناء قرية القلمينة. حضرتك، إحنا بنطالب بوحدة محلية مستقلة بقرية القلمينة. ده بالنسبة عشان خاطر إحنا عندنا خدمات كتير ناقصة، زي الرصب، زي الطرق، زي تسجيل الأشجار، حاجات كتيرة ناقصة في القرية. فإحنا بنطالب السادة المسؤولين بإنشاء وحدة محلية مختصة في قرية القلمينة. إسماعيل عطا أحمد إبراهيم، قرية القلمينة، مركز الوقف، محافظة جني، أخصائي علاج طبيعي. إحنا من ضمن مشاكلنا إنشاء وحدة محلية خاصة بالقرية، حيث إنه على سكان قرية القلمينة أكثر من 15,000 نسمة، وتبعد المسافة بيننا وبين قرية المراجدة أكثر من 15 كيلو. ولما يكون في وحدة محلية خاصة بقرية القلميني يبقى فيه اهتمام أكثر بالخدمات بالنسبة للقرية، كرصف، كإنارة، كالعديد من خدمات المواطنين يعني. لكن لو بصينا الوحدة المحلية الخاصة بقرية المراجدة وقرية القلميني ووزارة العبر والحمودي مع بعض، فأظن الخدمات بتبقى مقسمة على قرى كتير، يعني مفيش قرية بتاخد حقها. فلذلك نطالب المسؤولين بإنشاء وحدة محلية خاصة بقرية القلميني، وكان سابق إحنا واخدين قرار بإنشاء وحدة محلية خاصة بقرية القلميني، وفي ورق خاص بذلك يؤكد هذا الكلام. لذلك نطلب من السادة المسؤولين سرعة إنشاء وحدة محلية خاصة بقرية القلميني. اسم مصطفى محمد لبيق، على المعاش حاليا، وكنت في التربية والتعليم سابقا يعني. أولا، إحنا قرية القلمينة تابعة للوحدة المحلية لقرية المراجدة. نبعد عن قرية المراجدة حوالي 7 كيلو أو 8 كيلو. في 2002 أخذنا قرارات مجالس محلية بالموافقة لإنشاء وحدة محلية لقرية القلميني تشمل جزيرة العبل والحمودي وقرية القلميني. ننفصل من قرية المراجدة، لأنه إحنا مصالحنا صعبة للقضاء حوايجنا بالمراجدة، المسافة تبعد حوالي أكثر من 7 كيلو، وعدد السكان القرية كافي لإنشاء وحدة محلية لقرية القلمين. ده مطلبنا الوحيد، وحتى تاريخه لم يتم إنشاء وحدة محلية لقرية القلمين.